نشرة الأخبار من قناة رؤيا، حياكم الله. حياكم الله، وأبرز ما في هذه النشرة. استمرار تؤثر المملكة بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي وأمطار رعدية وتحذيرات من خطر تشكل السيول. خطة مرورية للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة. تشيع جثمان الغريق في جبل النزهة إلى مثواه الأخير. استشهاد شاب وسيدة في مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي ملف الأسبوع، المرض والفقر توأمان متلازمان. إلى التفاصيل، يستمر تأثر البلاد بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي خاصة في شرق وشمال ووسط البلاد، حيث يستمر الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع تساقط زخات رعدية غزيرة على فترات قد تكون بعضها مترافقة مع تساقط البرد، وربما تتشكل السيول في الأودية والمنحدرات والمناطق المنخفضة وفق ما أعلنه موقع طقس العرب. ويحذر من خطر تشكل السيول في بعض المنحدرات والمناطق المنخفضة بسبب غزارة بعض زخات الأمطار الرعدية، ويشمل التحذير مناطق الأغوار الشمالية والوسطى. وتشير البيانات إلى أن درجات الحرارة ستكون دون معدلاتها، والأجواء باردة نسبيا، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وخاصة أثناء تأثير العواصف الرعدية الماطرة. بدأت إدارة السير المركزية بتنفيذ خطة مرورية وقائية في طرقات محافظة العاصمة وباقي محافظات المملكة اعتبارا من ظهر هذا اليوم. مدير سير العاصمة العقيد باسم الخرابش أوضح أن الهدف من الخطة التي ستستمر طوال وجود منخفضات جوية هو حماية ممتلكات المواطنين أولا، وذلك بالتعامل مع أماكن تجمع المياه وفقا لكثافة السيول التي تسببها غزارة الأمطار. وقال الخرابش إن أهم نقاط الخطة تتلخص بنشر دوريات وتثبيت بعضها على مداخل الأنفاق في عمان بهدف مراقبة تجمع المياه باستمرار والعمل الفوري على تحويل السير في حال وجدت مشكلة بتصريف المياه وبدء يرتفع منسوبها. ولفت إلى أن الخطة تنفذ بالتنسيق مع مدراء المناطق بأمانة عمان الكبرى. يشار إلى أن شرطة السير بذلوا جهودا كبيرة لتواجدهم المبكر بطرقات العاصمة، ما أدى إلى تخفيف الأضرار بالمواطنين والممتلكات. أكد أمين عمان عقل بلتاجي ضرورة مواصلة العمل لإزالة الأتربة ومخلفات البناء التي سارت مع جريان المياه وأعاقة التصريف، كما أكد ضرورة استمرار أعمال النظافة وعودة الأمور إلى طبيعتها. وجاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع انضم عددا من المسؤولين المعنيين في الأمانة لبحث ما جرى يوم أمس خلال العاصفة الرعدية. وأكد بلتاجي ضرورة تعزيز الجهود بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى والتي لها أدوار رئيسية في مثل هذه الظروف الجوية وتقديم المساعدة والعون لها خدمة للمواطنين. كما قام أمين عمان أيضا يرافقه عدد من المسؤولين بجولة شملت المناطق التي شهدت جريانا غزيرا للمياه وانجرافات للأتربة. هذا وقد تعاملت أجهزة الأمانة المعنية من خلال غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف الطوارئ في مديريات المناطق طوال يوم أمس مع 265 حالة طلب مساعدة مختلفة ناتجة عن الظروف الجوية. إذن للحديث عن نتائج اجتماع أمين عمان مع عدد من المسؤولين في الأمانة، معنا عبر الهاتف نائب مدير المدينة للأشغال المهندس أحمد الملكاوي. مهندس أحمد، مساء الخير. كل ألف عافية. أهلا وسهلا بك سيدي. بداية، هل لك أن تحدثنا عن أبرز نتائج هذا الاجتماع أو ما تمخض عنه؟ ما هي قراراتكم الأخيرة حول ما شهدته العاصمة عمان يوم أمس من إغلاقات متعددة لشتى الأنفاق والطرق؟ سيدي أسعد لكم مرة ثانية. صحيح، يعني كان عندنا اجتماع مبكر اليوم بمبنى طوارئ أمانة عمان الرئيسية، معالي أمين عمان والعطوف مدير المدينة وعطوف نائب أمين عمان والجميع المعنيين بطوارئ الأمانة من كوادر فنية وكوادر ميدانية. تم يعني مراجعة كافة الأعمال اللي تمت اليوم أمس بالميدان
ومراجعة الظروف الجوية اللي مرينا فيها بالعاصمة، ويعني الحديث عن المواقع اللي تم الإغلاق فيها وإيش الآلية اللي تمت للمعالجة والوقت المستغرق لهذا العمل يعني، والمتابع لذلك يعني كان بيقدر يشاهد انه يعني خلال 3 ساعات بالحد الاقصى 3 ساعات ونص كانت جميع المواقع مفتوحه ومنظفه، واستمر العمل على مدار ال 24 ساعه الماضيه في تنظيف اثار الطين والركام اللي انسحب واللي يعني قامت مياه الغزيره التساقط وشديده التساقط بسحبه الى الشوارع الرئيسيه والشوارع باتجاه المصارف. تم التعامل مع كافه هذه المواقع وتنظيفها، والحمد لله رب العالمين الان احنا يعني الجاهزيه كامله بالنسبه للمصارف في معظم المواقع اللي تعرضت لاضرار الان اصبحت يعني جاهزه بشكل كبير. الموضوع الثاني الان يعني عطفا على النشره الجويه المتوفره عندنا احنا يعني ورشنا ما زالت على اربط الاستعداد وموجودين نعم. بالميدان متوزعين يعني بمعيه الاجهزه الاخرى المعنيه باداره المدينه بتقاطعات رئيسيه على الانفاق على المداخل المواقع الحساسه زي الدور الخامس زي تقاطع نفق الصيني زي الدوار السابع، يعني عينه من المواقع المتواجد فيها الورش بشكل ميداني بشكل يعني متكرر اليوم، خوفا من انه يكون في مثلا تساقط مفاجئ للامطار ولكن او يعني كثيف، خلينا نقول لانه التساقط الخفيف هو طيب مهندس احمد يعني مستمر. نعم يعني هذه العاصفة الرعدية نجم عنها يعني أضرار بالغة لحقت بالعديد من سواء قطاعات تجارية أو أبنية وسكنات، يعني حجم هذه الأضرار هل قمتم بإحصائها؟ هل لديكم أي معلومات عن الحجم هذا الدمار الذي وصل إليه من خلال العاصفة؟ سيدي احنا يعني كجهه معنيه بخدمات تقديم الخدمات من خلال يعني الطرق انشاء الطرق وانشاء الارصفه وديمومتها استمراريه العمل فيها وخدمه المدينه من حيث تراخيص الابنيه والاعمال هذه، يعني مسؤولياتنا بهذا القطاع في هذا المجال، باقي ما باقي يعني ما لا يقع ضمن مسؤولياتنا يعني ما بقدر يعني ما بعرف عنه ما بقدر اجاوبك عليه. نعم طيب مهندس أحمد، يعني بما أنك تحدثت عن التحضيرات للموجة المقبلة أيضا في خضم ما مر علينا بالأيام السابقة، ماذا عن المشاريع التي لازالت تحت الإنشاء حاليا؟ هل تم أخذ الاحتياطات اللازمة بخاصة فيما يعني يتعلق بالعبارات الموجودة لتصريف المياه في هذه المشاريع؟ لأنه يعني بتعرف قد يتمخض عنها العديد من الأضرار خاصة وأنها مواقع تحت الإنشاء فيها العديد من مواد الأبنية وما إلى ذلك. ستي المؤكد انه اعمال الانشاء في مواقع السيول والاوديه لما بيكون في يعني احنا بفصل الشتاء يعني بينزل العمل وبقل الحد الادنى من ما هو ممكن لانشاء عبارات صندوقيه بمجال الاوديه الرئيسيه، يعني العطاءات اللي بيكون انت ببدايه فصل الشتاء وخلال فصل الشتاء تكون بالحد الادنى للعمل، عاده بنكون احنا يعني الحجم الاكبر من الاعمال يتم بالفتره اللي هي خلينا نقول اللي ما بخف فيها هطول الامطار، لانه يعني مش سهل انت تتحكم بعملك اثناء بمجاري الوديان. الاشياء اللي بتكون متبقيه عندنا بمجاري الوديان غالبا بنكون خرجنا من منسوب ترابي فيها بحيث انه يعني صبينا نظافه وصبينا القواعد وطلعنا باطراف الجدران لنقدر نتمكن، لانه مجرد ما يجي شتاء اول مره بتصفي السيول والامطار متتاليه يصعب استكمال الاعمال فيها، فمن هذا الباب بيكون معظم عملنا بالاوديه الرئيسيه خلال فصل يعني خلال الاوقات الجافه وليس خلال الموسم المطري. المواضيع اللي خلينا نقول الملاحظات اللي بتنشا خلال الملاحظات الجولات الميدانيه بالشوارع يتم التعامل معها بسهوله، لانه بتعرفي يعني سهل تمد خط تصريف بسيط تربطه على مجرى وادي رئيسي او تربطه على خط تصريف قائم اللي هي اعمال تعزيزيه للشبكه. نعم طيب مهندس احمد، لازلنا يعني نتحدث عن التحضيرات وايضا كيف تم احتواء ما تم من اضرار خلال يوم أمس، لكن ربما أجبت عن هذا السؤال باختصار، ولكن بهمنا أيضا نعرف إذا كان هناك لازال أسباب واضحة لما يتم في كل حالة جوية وفي كل موسم مطري، لماذا يحدث هذا حتى الآن؟ يعني رغم استعدادات الأمانة الكاملة كما استعرضتم وتحدثتم عنها، لماذا يحدث هذا بالمواطنين وبالممتلكات العامة وبالأضرار بشكل عام؟ بالحديث بس هيك بعجالة عن موضوع الاستعدادات بخصوص التجهيز لموسم الشتوي، يبدأ العمل بالإعداد والاستعداد للموسم الشتوي من خلال الكوادر الفنية والكوادر الميدانية
بنهاية شهر 8، يعني بنحكي احنا من 20/8 وطالع بتبلش الأجهزة الفنية للعمل خلال بالميدان لتنظيف المناهل اللي بالشوارع، تبدأ الآليات المجنزرة واللودرات بالعمل بتنظيف مجاري السيول ومداخل العبارات ومداخل الأودية، تبدأ الورش بعمل اليدوي لتنظيف ما قد يكون عالقة داخل العبارات الصندوقية، فتح المناهل وتنظيف كافة الأوساخ اللي خلال فصل الصيف من غبار وأوساخ ومخلفات تقع وتسحب بهذه الخطوط. ينتهي العمل تقريبا في خلينا نقول نهاية شهر 9، يبدأ طبعا خلال العمل هذا بيكون في عنا احنا جتات اللي بتقوم بضرب الخطوط بالمياه وضغطها، عنا الآليات المجنزرة اللي بتنظف ضمن الاستعداد تمام، يعني كامل الاستعداد. أجل بعد ذلك يعني ننتظر رحمة ربنا بالشتاء إن شاء الله، دائما بتكون بداية الموسم المطري أول شتوى بيكون في عندك قد يعني شغلات قد تكون أنت بنفس الخط وفي تسكير، قد يكون هناك شغلات بسيطة ولكن بالمجمل تكون الخطوط فاعلة وتم تنظيفها، وهذا موثق عندنا يعني من خلال العمل اليومي والعمل الميداني حتى بالصور والتصوير سواء للأنفاق سواء للشوارع الرئيسية شوارع الفرعية خطوط تصريف مياه الأمطار، لأنه شبكة التصريف هي عبارة عن نتورك زي هذا شبكة المجاري معاكسة، التصريف تعمل من الجزء الصغير إلى الجزء الكبير ويعني تبنى مع امتداد المدينة ومع تطورها. نعم أشكرك. الشيء اللي نرجع يعني بس نأكد عليه نعم إنه في حال الأمطار السريعة اللي بتحدث تؤدي إلى انجرافات في التربة من الأراضي الفارغة من المواد الإنشائية للأبنية اللي بتتم بالعاصمة خلال قطع الأراضي. نعم مهندس أحمد أشكرك جزيل الشكر. مواد إنشائية للمصارف. نعم نائب مدير المدينة للأشغال المهندس أحمد ملكاوي شكرا جزيلا لك على هذا على هذا التوضيح، كنت معنا عبر الهاتف. شيع أبناء منطقة جبل النزهة في عمان اليوم جثمان الشاب رامي محمود صقر الذي قضى غرقا بسبب مداهمة مياه الأمطار لمنزل شقيقه يوم أمس. ذو الشاب قالوا لرؤيا إن رامي قضى حينما توجه لإيقاظ شقيقه خوفا عليه من الغرق، حيث غمرت مياه الأمطار المنزل في أقل من 20 ثانية بعد تدميرها لجدار بسبب غزارة المياه، فيما انتقل الشاب رامي إلى رحمة الله بعد غرقه جراء تلك السيول. المزيد مع أمين سليم. لم يكن يعلم رامي عندما أرسله والده لمنزل أخيه ليوقظه قبل أن تغرقه المياه أنه ذاهب ليفارق الحياة، فعند وصول رامي لبيت أخيه قام بإيقاظه وإخراجه من المنزل، إلا أن قوة السيل أسقطت الجدار المجاور للبيت ليصطدم برأس رامي ويجرفه السيل مرة أخرى إلى داخل المنزل، لكن هذه المرة لوحده وتغمره المياه بالكامل. أصدقاء رامي وجيرانه حاولوا جاهدين البحث عنه تحت المياه، إلا أن السيل حمله للجانب الآخر وبقي مفقودا لعدة ساعات حتى وجدته كوادر الدفاع المدني، لكن بعد فوات الأوان أجت المي علينا. أنا كنت بالصالون وعمي كان بالممر وأخوي عند الباب، طلعت أنا عن شو اسمه طلعت عن الصالون من السطح، ده طلع أخوي وقع نهد الطوب وكمل. الدفاع المدني ساعتين بعد ما نزلوا الشباب بيجي حوالي أبو 500 شاب، يعني لا نحكي ساعتين مش خمس ساعات، يعني قبل ما نزلوا تحت ومش عارف شو ولا احنا ملاقيين الشاب وفاضت المي كليت علينا، وحكينا مع الدفاع المدني مع الأمانة ولا حدا رد ولا حدا استجوب. امبارح أجوا التنمية وزعوا علينا فرشات عشان يسكتونا وسحبوا حالهم وظلهم رايحين، بتيجي بتقول له احنا بدنا مأوى وين بدنا ننام، يعني الدور كلها هالت كلها وقعت كلها راحت على الفاضي، بقول لك بنايمك عندي يوم يومين وبالاخر بسحب حاله وبروح. رامي البالغ من العمر 21 عاما، والد لطفل في مقتبل العمر وكان بانتظار مولودا اخر بعد عدة شهور، لم تسعفه تصريحات المسؤولين بالجاهزية التامة، فقضى نحبه محاولا إنقاذ أخيه من السيول التي لم تجد سوى بيت أخيه مكانا لها. سبحان الله هو أتى لكي يوقظ أخاه حتى لا تجرفه المياه، ولكن قدر الله عز وجل شاء أن ينقذ أخاه وهو يتوفى. نقول هذا قضاء الله وقدره، ولكن لا نعفي أي مسؤول من مساءلة. صدعوا رؤوسنا في موضوع الجاهزية، قلنا لهم مرارا وتكرارا هل أنتم جاهزون يا أمانة عمان؟ قالوا نحن جاهزون، فرأينا هذه الجاهزية في هذا القبر.
ولكن نقول لكل مسؤول في هذا البلد، أنت مسؤول عن موت هذا الشاب. أطفال رامي سيكبرون ويسألون كيف مات والدنا وما السبب؟ فهل سيجدون جوابا يشفي صدورهم؟ رامي رقد هنا بسلام، وسيكون شاهدا أمام ربه على تقصير حكومي في التعامل مع الظروف الجوية الطارئة. رامي رحل، لكن ذكراه باقية في قلوب محبيه. أمين سليم، رؤيا. تداعيات العاصفة الرعدية على محافظتي العاصمة والبلقاء ما تزال تلقي بظلالها على الأردنيين بعد أن ظهر حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة. التقرير التالي يسلط الضوء على العديد من الآثار التي تركتها العاصفة الرعدية. ما تزال تداعيات العاصفة الرعدية التي شهدتها العاصمة عمان تلقي بظلالها على المدينة، ويتكشف حجم الأضرار شيئا فشيئا، فمن مداهمة المياه للعديد من المباني والمنازل إلى تعطل المركبات نتيجة لارتفاع منسوب المياه والأزمة المرورية الخانقة التي شهدتها عمان حال بدء سقوط الأمطار. حكاية خسائر العاصفة الرعدية بدأت مع أولى ضحاياها، طفلين داهمت السيول غرفة التسوية التي يسكنها ليقضيا غرقا، وعلامات الدهشة والاستهجان بادية على وجوه العمانيين. شلال واجا مره واحده دخل على البيت، طبعا المجاري كانت كلها مسكره، ما في اي منهل فاتح، مع انه للعلم انه كل المناهل في 3 مناهل هان وكلها مناهل كبيره، المفروض لو كانت سالكه كان ما صار هالحكي هذا كله. فجأنا انه المي هد السوار وفاتي على العمارات، ومات طفلين. اول شيء انا بترحم عليهم، طفلين من اشقائنا المصريين، يعني من حراس العمارات. المواطنون حملوا المسؤولية لسوء البنية التحتية، فبدأت الخسائر تتمدد وازداد التوتر المصحوب بالغضب لما أصاب أملاك المواطنين. 70,000 دينار راح علي أغراض من أجهزة، ومن يجي يشوف يقيم، يبعث ناس يقيم، يبعث سيارتي راحت هيا بالجراج قاعدة بتسبح بالمي، كل إشي في البيت عندي حتى نقاش الأسنان راحت. الاستجابة لهذه الظروف الجوية العاجلة لم تتوقف عند موضوع الخدمات، بل بدأ التفكير بإيواء المتضررين ونقل من أتت المياه على ممتلكاتهم ومنازلهم إلى أماكن آمنة. ترتيب عدة أمور للاستعداد لفصل الشتاء كوزارة المجتمعية، منها تحضير وتجهيز مآوي للأسر المتضررة في حال حدث أسر بحاجة لإيواء أو نقلها من مكان سكنها إلى مكان آمن في حال الظروف الجوية الطارئة، وكذلك الأمر تأمين كل مستودعات الوزارة بفرشات وحرامات وطرود وخيم ومد يد العون من خلال فرق متطوعة وفرق من وزارة الاجتماعية لتقديم يد العون لهذه الأسر. المشهد لا زال يحمل تفاصيلا كثيرة، والآراء تختلف، فبين من يرى بأن العاصفة الرعدية جاءت على حين غرة وبلا أي مقدمات بما يبرر ما حصل. صباح هذا اليوم كان عندنا حالة عاصفة، حالة رعدية، كمية مياه أمطار شديدة جدا خلال وقت قصير جدا، كان عندنا تجمعات مياه في كل معظم المناطق في عمان، في الأنفاق، في الأودية. الحمد لله الآن شوارع عمان جميعها سالكة، لا يوجد أي تجمعات مياه أمطار، لا يوجد أي أنفاق مغلقة. لتزداد التداعيات تكشفا ويزداد معها حالة عدم الرضا عما أصاب المدينة من أضرار، فالموضوع لم يقف على حدود الأنفاق والشوارع، إنما وصل إلى المنازل والمباني. ليبقى السؤال، متى ستمر عاصفة الرعدية ويبقى العمانيون آمنين في بيوتهم دون أن تحاصرهم المياه؟ أهلا بكم من جديد. أظهر مقطع فيديو مصور تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي كيفية مداهمة سيول الأمطار يوم أمس لإحدى البنايات السكنية في منطقة عرجان، والتي قضى على إثرها طفلين مصريي الجنسية. وهذا وقد أوضح مقطع الفيديو كيف قامت السيول بخرق الجدار المؤدي إلى كراج السيارات لذلك المبنى السكني، ومن ثم داهمت الطابقة السفلية التابعة للكراج، حيث كان الطفلان داخل إحدى الغرف التي غمرتها سيول الأمطار والتي أدت إلى وفاتهما غرقا.
كما تم تداول مقطع فيديو آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام عدد من الشبان بإخلاء عائلة من أحد المنازل التي داهمتها مياه الأمطار في منطقة حي نزال في العاصمة عمان يوم أمس. ويظهر هذا المقطع مجموعة من الشباب يقومون بعدة محاولات لإزالة الحماية الحديدية عن أحد نوافذ المنزل الذي غمرته السيول، وكان في داخله 4 أطفال لم يتسنى لهم الخروج قبل مداهمة المياه لمنزلهم. قامت كوادر أمانة عمان الكبرى بتنظيف شارع حيدر عديف في حي القيسية بمنطقة وادي السير، وإزالة كل ما جرفته السيول من أتربة وحجارة ونفايات تسببت بإغلاقه. ورئيس اللجنة المحلية وعضو مجلس أمانة عمان الكبرى في منطقة وادي السير يوسف صندوقة أشار إلى أن الشارع يتعرض في كل موسم شتاء إلى سيول جارفة بسبب قيام بعض المقاولين وأصحاب الشاحنات برمي الطمم في أعلى المنطقة المحاذية للشارع، ما يتسبب بجرها نحو الشارع وإغلاقه بالكامل. انجراف التربة ناتج عن أصحابين القلابات اللي بيقوموا بالتشليف بالكب في منطقة الكرسي في المناطق اللي فيها بتجمع الوديان، ولما بتصير انجراف التربة بتصير وديان بتضطر إلى أنه يصير سيول عندنا وتجر الأتربة والحجار هاي اللي تساقط على هذا الحي. فأنا بطلب من إخوان اللي بسوقوا القلابات اللي بيشلفوا بالنقلات الطمم أنهم يبتعدوا عن هذه المناطق ويمشوا على المكبات المرخصة قانونيا حتى ما يضروا الناس. طلب عدد من المواطنين الجهة المعنية بالنظر في مسألة تعويضهم عن الخسائر المادية التي لحقت بهم جراء السيول التي داهمت إحدى أماكن اصطفاف المركبات في منطقة وسط البلد في عمان يوم أمس. المواطنون أكدوا لرؤية أن مركباتهم كانت مصطفة داخل أحد مواقف الأجرة القريبة من المنطقة، فيما تدفقت سيول الأمطار إلى تلك المنطقة وغمرت المكان بالكامل، حيث أدى التدفق الكثيف لمياه السيول إلى ارتطام المركبات ببعضها وتعرضها للعديد من الأضرار وعطلها. شغيلتي بقولون الشارع يا عمي فاض، قلت لهم كيف الشارع فاض يا جماعة الخير؟ المناهل وما مناهل 4 5 مناهل على باب الشارع، لسه بطلع بدي انادي اخوي عشان يجيب السيارة، انا شايف السنة شيء بخوف صار. طلعت الدرجات وبدي ارجع، بدي ارجع على المحل ما قدرت لانه المي صار ارتفاع متر يدفش في الدرج. نفد بغيشنا والله ما في منه الفاتح. وبقول لك احنا مستعدين من السنه المرقه تضررت العالم وهسه خرب بيتنا احنا. في ناس بتقدر تصلح لكن اللي زي حالنا وين بده يروح؟ قدرت الخسائر الأولية التي لحقت بقطاع الألبسة جراء مداهمة سيول الأمطار للمحال في منطقة وسط البلد في العاصمة عمان بحوالي 5 ملايين دينار أردني، وذلك حسب ما صرح به ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي. وبين القواسمي أن ما يزيد عن 200 محل ألبسة في منطقة وسط البلد داهمتها المياه الجارفة، حيث كانت أكثر الأسواق التي تضررت من هذه السيول هي سوق الندى وسوق مانجو وشارع طلال وشارع الملك فيصل وسوق البترة. من جانبه نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان قال إن النقابة ستعقد اجتماعا طارئا لإيجاد حلول من قبل الحكومة حول تلك الخسائر، لا سيما وأن الشركات التأمين لا تعترف بأي خسائر تقع جراء الكوارث الطبيعية.
استشهدت سيدة فلسطينية متأثرة بإصابتها الخطيرة بعد ظهر اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال لسيارتها التي كانت تقودها في منطقة راس الجورة بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الكثيف صوب مركبة فلسطينية تقودها إحدى السيدات بعد انحراف المركبة عن مسارها في المكان وارتطامها بأحد الأعمدة في محطة للوقود. ما حدا بجنود الاحتلال إطلاق الرصاص الكثيف صوب المركبة زعما منهم أنها حاولت دهس مجموعة من الجنود قرب جسر حلحول إلى الشمال من الخليل. هذا ونفذ شاب فلسطيني عملية طعن في المنطقة الاستيطانية شعار بنيامين قرب مدينة رام الله بعد ظهر اليوم، ما أسفر عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة وفرار منفذ العملية من الموقع. كما أصيب مستوطن آخر بجراح خطيرة ظهر اليوم بعملية طعن بالقرب من بلدة جبع شمال شرق مدينة القدس، فيما تمكن المنفذ من الفرار أيضا. اندلعت ظهر اليوم مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعدة نقاط تماس بالضفة الغربية المحتلة في سادس جمعة غضب بانتفاضة القدس المستمرة منذ الأول من تشرين الأول الماضي. المزيد مع نبال فرسخ. لم يوفر جنود الاحتلال عشرات الأعيرة النارية والمطاطية لاستخدامها اليوم في قمع المواجهات المندلعة بالقرب من مستوطنة جبل الطويل شمال شرقي البيرة. بصورة هستيرية كانوا يطلقون الرصاص الحي والمطاطي صوب المتظاهرين الذين أصروا على الصمود في المكان رغم أن المطر كان يهطل بغزارة. يا قدس صبرا فإن النصر يقترب وسوف ينصر من للحق ينتسب. الله قدر ما يجري فلا جزع من المصاب ولا خوف ولا هرب. الانتفاضة مستمرة أبيتم أم شئتم، الانتفاضة مستمرة بإذن الله تعالى. الأقصى في خطر، الأقصى نادت علينا وإحنا لبينا الندى لأنه إحنا مواطنين فلسطينيين عرب، بدنا نقوم لأجل الأقصى. العرب ساكتين وكل الدول ساكتة إلا إحنا، لازم نقوم عشان الأقصى. الشعب الفلسطيني خلص عيد، ما ضلش حدا، كله استشهد كله بموت. وين العرب عن الأقصى؟ أغرقتهم مياه الأمطار وخنقتهم قنابل الغاز المسيل للدموع، ولكن في ميدان المواجهة لا مجال للتراجع، فهم مؤمنون بالفكرة التي يناضلون لأجلها. كر وفر ليوصلوا للمحتل الرسائل التالية. احنا لحد الان عند انتفاضتنا اللي بدينا فيها من شهر مشان ارواح الشهداء والمسجد الاقصى اللي كل يوم بتهان وبنداس وبدنسوه المستوطنين، وكل يوم راح تصير عمليات تخوش لانه كانوا يطخوا علينا واحنا قدامهم، يطخوا علينا وجسامنا دروعنا، ما حداش لابسين دريع مثلهم، ولا واحد معه مسدس مثلهم او سلاح او يطخ عليهم، بس مع هذا احنا محلنا. الاسرائيليين لا يميزوا بين طفل وكبير، هم معنيين ان يقمعونا ويقتلونا وينحسحونا عن هذه الارض. انا اصبت 3 مرات وانا قعدت يعني يعد لحقت الموت من اصابتي، والحمد لله ما زلت اقف على اجري، وانا اقول لهم طول ما فينا حياه سنواجهكم، لن تهربنا لا دباباتكم ولا طائراتكم ولا سلاحكم. طلعنا من هون يعني هاي ما وصل لهون، هاي وصل لهون بيجي علينا بضربوا لحد اللي هون وبرجعوا، يوم برجعوا بنهجم عليهم برضو يرجعوا. هاي طخ هاي طخ. هي عقلية المحتل لدرجة أن 67 عاما من الاحتلال لم تجعله يفهم حتى اللحظة عقلية الشعب الذي احتله. فمنذ قيام دولة الاحتلال وهي تنتهج سياسة القمع والتنكيل لإجبار الفلسطينيين على الرحيل، ولكنها لم تدرك أن عمليات القتل والقمع هذه لا تزيد الفلسطينيين إلا مزيدا من الصمود والإصرار على البقاء في أرضهم. من أمام مستوطنة بزغوت المقامة على أراضي البيرة المحتلة، نبال فرسخ، رؤيا. استشهد شاب وأصيب آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عند الحدود الشرقية لقطاع غزة. الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة قال إن الشاب سلام موسى أبو جامع البالغ من العمر 23 عاما استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال شرق الفرحين بعبسان الكبيرة شرق خان يونس. المزيد حول الأحداث في قطاع غزة في تقرير منى عوكل. لا مقام لكم على أرض فلسطين، فالأرض أرضنا.
صوت واحد وهدف واحد، هكذا انتفض الفلسطينيون في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل وقطاع غزة الذي لم يتأخر عن إرسال رسائله الرافضة لسياسة الاحتلال. مباشرة بعد صلاة الظهر انطلقت مسيرات تداعت إليها الفصائل الفلسطينية للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على تلاحمه رغم المسافات التي وقف الاحتلال بينهم فيها، مؤكدين بأن الأمر لن يطول في حال استمر الاحتلال في سياساته وبأن الرد لن يتأخر. حماس والفصائل الوطنية والإسلامية والمقاومة اليوم تخرج موحدة في مسيرة إسناد ودعم لانتفاضة القدس، ونقول لهذا المحتل إن إجرامك لن يوقف مسيرة الانتفاضة. بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة لدعم شعبنا المضطهد في القدس والضفة وللتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة مقاومته وانتفاضته، وكذلك للتمسك بحقنا في فلسطين وللتأكيد على أن المسار والمصير واحد لهذا الشعب الفلسطيني، وأن العودة إلى فلسطين لن تكون بغير التضحية والانتفاضة. أكثر من شهر راهنت خلاله السياسة الإسرائيلية على أن يكون نفس الفلسطينيين فيه قصيرا وإرادتهم ضعيفة والإجراءات العقابية التي وصلت حد الإعدام بدم بارد والتلويح المستمر بفرض المزيد من القرارات التعسفية، أثبت الإيمان الفلسطيني وتمسكهم بحقوقهم المشروعة بأن استمرار هذه الهبة الجماهيرية مرهون بتراجع السياسة الاحتلالية ضدهم، وهي رسالة انطلقت من القدس وما زالت تدعمها جميع المناطق الفلسطينية بما فيها غزة. نؤكد أن غزة تقف دعما وإسنادا لشعبنا المنتفض هناك، لنقول أن المطلوب فصائليا تحديد أهداف هذه الانتفاضة الآنية والمستقبلية للحفاظ على استمراريتها والحفاظ على ديمومية هذه الانتفاضة. لا يمكن نسمح في قطاع غزة لأن ينفرد الاحتلال الإسرائيلي بإجراءاته القمعية واعتداءات المتواصلة على حرم القدس الشريف وعلى أبنائنا في القدس وعلى أهلنا بالضفة الفلسطينية. أما على نقاط التماس، اشتعل مجددا غضب الشبان الغزيين لينفجروا في وجه جنود الاحتلال، وما كان لهم إلا أن استخدموا حجارتهم والإطارات المشتعلة وإرادتهم واقفين بتحدي واضح أمام أعتى الأسلحة الإسرائيلية التي لم تتأخر عن استهدافهم بقنابل الغاز والأعيرة الحية والمطاطية دون استثناء حتى للطواقم الصحفية والطبية. منى عوك، القناة رؤيا، غزة، فلسطين. أعلن البيت الأبيض أنه من غير المرجح أن يتوصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى اتفاق بشأن حل الدولتين قبل انتهاء فترة رئاسة باراك أوباما عام 2017. منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض روبرت مالي قال إن هذه هي أول إدارة أمريكية منذ انتهاء الفترة الأولى للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون التي تقر بحقيقة أن إمكانية التوصل إلى حل الدولتين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ليست مطروحة خلال الفترة الزمنية المتبقية لها، وأضاف أن أوباما توصل إلى نتيجة مفادها بأن موقف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لن يسمح بالتفاوض بشأن اتفاق خاص بالوضع النهائي خلال هذه الفترة. وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على تعليق الرحلات الجوية الروسية لمصر، وذكرت وكالة الأنباء الروسية انترفاكس أن بوتين أعطى توجيهات بإرساء التعاون مع مصر لضمان سلامة الرحلات الجوية. وكانت مصادر صحفية روسية نقلت عن مصادر خاصة بأن تفريغ بيانات أحد الصندوقين الأسودين لطائرة A321 الروسية التي تحطمت في سيناء لم يسمح بتحديد أسباب الكارثة. كما قالت المصادر أن تفريغ بيانات الصندوق الأسود الخاص بالبيانات الفنية للطائرة التابعة لشركة كوغاليم والتي تحطمت في شبه جزيرة سيناء لم يساعد أيضا على تحديد سبب الكارثة الجوية الأكبر في تاريخ روسيا من حيث عدد الضحايا. وأوضحت المصادر الصحفية أن بيانات الصندوق أشارت إلى أن أجهزة الطائرة كافة عملت بشكل طبيعي طوال رحلتها التي استمرت أكثر من 20 دقيقة بقليل، إلا أنه وقع بعد ذلك حادث فجائي ما أدى إلى وقف تسجيل كل أجهزة الطائرة في لحظة واحدة. ويرى خبراء أنه كان من الممكن أن يحدث ذلك بسبب انخفاض الضغط داخل الطائرة بشكل مفاجئ ما أدى إلى انفصال ذيل الطائرة عن جسمها، حيث يوجد الصندوق الأسود الذي يسجل بارامترات عمل أجهزة الطائرة. هذا وكانت طائرة الركاب الروسية A321 تحطمت في تشرين الأول فوق شبه جزيرة سيناء المصرية وعلى متنها 224 شخصا.
نفذت عصابة داعش الإرهابية عددا من الجرائم بحق أهالي قرية تل حميس في سوريا التي سيطرت العصابة عليها لمدة عام. وقال أحد عناصر المعارضة السورية في القرية إن عناصر داعش كانت قد فرضت أحكاما وأعرافا قاسية على أهالي القرية قبل أن يتم تحريرها مؤخرا، مضيفا أن داعش استخدم خلال فترة احتلاله للقرية أسلوب الترهيب والترويع متمثلا بقطع الرؤوس والحرق، فضلا عن تفخيخ المحال والمنازل والسيارات، ولم تسلم حتى الحيوانات من عملية التفخيخ. هذا موقع استراتيجي بالنسبة لداعش، توصل بين سوريا والعراق، تقوم بنقل الأسلحة، بنقل العناصر، بنقل المتفجرات، كل ما يخص الإرهاب طبعا نقله من العراق لسوريا، من سوريا للعراق. بالنسبة لداعش هو عدو لنا، وداعش بهالمنطقة ما خلى شيء وما دمره، بس انه بالبيوت تفخيخ السيارة حتى الحيوانات فخخون وما خلوا شيء بهالمنطقة. وإلى وكالة ناسا للفضاء التي نشرت عبر موقعها الإلكتروني صورا جديدة للشمس بدقة عالية جدا، وتظهر هذه الصور الانفجارات العنيفة التي تحدث العواصف الشمسية. كما أشارت ناسا إلى أنه جرى التقاط هذه الصور من التلسكوب الفضائي Dynamic Observatory الذي أرسل في مهمة حول الشمس عام 2010، ويلتقط صورا لها كل 12 ثانية. المزيد في التقرير التالي. نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورا للشمس بدقة عالية جدا جرى التقاطها من التلسكوب الفضائي الذي تم إرساله في مهمة حول الشمس عام 2010 ميلادية، والذي كان يلتقط صورة كل 12 ثانية، حيث شرع فريق من المتخصصين على معالجة الصور الملتقطة وعمل فيلم قصير يعرض لمدة دقيقة واحدة، إلا أنه استغرق جهدا مدته 10 ساعات كاملة لأعضاء هذا الفريق. وتمت زيادة السرعة في الفيلم الذي وضعت نسخته الأصلية على موقع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وكشفت هذه الصور الحديثة عن عدة مناطق نشطة وحيوية من الشمس تعتبر هي المصدر الأساس للحرارة المتدفقة من هذا الكوكب الملتهب.